ايه الجبريل ساكي حميتي بالخلا، طلعوا ضد حميتي. الناس دي كانوا عندهم مرض اسمه الجنجويد، مشوا المنظمات الدوليه بيقولوا الجنجويد اغتصبوا والجنجويد سووا والجنجويد عملوا، في النهايه ما جو هذا هو الجنجويد سيده. الجنجويد الان ما قاعد سيده، قاعد سيده. ديل ما طلعوا ضده، طلعوا ضده، طلعوا ضده. والسودان دوله ارهابيه بوين؟ ما بيحميتي بيحميتي بيمنو دوله ارهابيه ما بيحميتي. احنا دارين نكذب ونزيف التاريخ. الناس اللي طلعت معاهم يا هونديل باعوا لحميتي. الناس اللي ساقوك بالاخلاق والساقوك بالشرف والساقوك بالهناية هذيل مع حميتي وتحت حميتي، وما فيهم راجل بيقول لحميتي تلت التلاته كم، هذيل قاعدين معاهم. حميتي ده ما ياهو الجنجويد الرباطي اللي بيمشوا بين المنظمات الدوليه اللي ما بيمشوا يقولوا هذا الاغتصاب واخوتنا اغتصبها حميتي والجنجويد حرقوا لنا دارفور والجنجويد والجنجويد. الان منو الراجل اللي بيقول جنجويد؟ جيبوا نزالهم، جيب مناوي، جيبهم كلهم خدتهم خلي راجل يقول حميتي. ما في الراجل، انت ساقوك، انت طلعت ليه؟ انت طلعت ليه؟ طيب انت طالع ليه؟ عشان تجيب ديل؟ عشان يرجعوا للعدو يخلوك انت؟ عشان يرجعوا للزول الكتلك وانت قاعد تتفرج تعاين؟ اي الوطن ما بيجي وطن، ما بيجي وطن. احنا ما ساقوك، ساقوك ساقوك قطيع قطيع، دي انتهينا منها. شوف حاجه تاني، الناس اللي طلعوا دي كلهم والارهاب والسودان دوله ارهابيه وحصار اقتصادي بسبب هذا الحميدتي، بسبب المجازر في دارفور، بسبب المجازر اللي حصلت من حميدتي الجنجويد. وين الكلام ده الان؟ اتنسى؟ خلاص عفى الله عما سلف؟ ليه عفى الله؟ عشان هم طلعوا السلطة، التمن يقعدوا في كراسي. ديل الباعوا أهلهم ب 300,000، ما يبيعوك انت 2000؟ ديل باعوا لهم 300,000، محروقين، مغتصبين، مدمرين بيوت، باعوهم في بس بكرسي، ما يبيعوكم انتوا 2000؟ ما يبيعوا لكم ثورة كاملة وهناك عندهم 300,000 باعوه عشان كراسي؟ والله يبيعوك انت وبيعوا وطنك. الناس زي ما عندهم حاجة هنا في الرأس، لا نضال، لا بعرفوا نضال، نضالهم كراسي، النضال حقهم كراسي، ما عندهم فكر، فكرهم كرسي. الناس زي اللي تناقشوا في مشكلة لا جذور مشكلة، الناس زي اللي تناقشوا في السبب اللي خلاهم يجروا برا لا تناقشوا، يتناقشوا في حاجة واحدة، حصتنا كم؟ أنا ببقى والي ولا ما والي؟ أنا ببقى شنو؟ أنت بتبقى شنو؟ كل الحاجة، وأنت ما عندك حاجة. الناس زي اللي تناقشوا في فض اعتصام الثورة جابتهم وبقتهم الناس ونظفتهم، ما تناقشوا فيه، لا تناقشوا في غاتل، لا تناقشوا في جرائم، لا تناقشوا ولا كأنك انت فيه، نقاشهم كله بهناك سلطة. يعني ما تجي تحلم بأنك وطن وانت جايب لك ناس يحكموك ما عندهم علاقة بالثورة، وجاي انت تقنعني تقول لي انه دي حكومة الثورة. يا اخي شوف شغلتك يا تافه، شوف شغلتك يا حقير يا نتن يا عديم الشرف، شوف شغلتك يا قحاطي يا تافي يا ارزقي يا ما تامي راجل. هذه الحكومه اللي بتحكم فيك ما في حاجه. ناس جوك يا هو الناس ديل يا هم اللي كانوا محاربين حميدتي في الخلا، ديل اللي كان بيدق فون حميدتي، ديل اللي كان بيركب فيون حميدتي بالصوت، ديل حميدتي اللي اغتصب اهله يا هون. ديل اللي قاعدين ديل ما ناس من برا، ديل ديل اللي مشوا اشتكوك في المنظمات الدوليه، ديل اللي خلوك دوله ارهابيه، ديل خلوك دولة يحاصروك اقتصاديا، والآن نسوا الجرائم دي كلها اتنست. اتنست بشنو؟ اتنست بكرسي. جبريل ادو كرسي بيجو وزير مالية، نسى الكتل أخو منه، نسى الكتل أخو منه والكتل أهله منه. مناوي ولا بتذكر زول كتلهم من النحل ولا بتذكر، طلع عليه بقوا والي بتاع هناك دارفور خلاص نسى كله حاجة. مالك عقار دخلوا السيادة نسى النيل الأزرق والناس المضطهدة، قاعدين في الخرطوم حلاوة حربة، قاعدين في الباسطة والسلة والحاجات الحلوة، ما هميهم بلدهم ولا مالا. ناس دي طلعت ما طلعت لا لا عندها مبدأ لا عندها فكر، لا بتلعب بينا نحن. لو انت احنا جبت لنا حكومة بتاعت شرف نقول والله احنا ثورتنا انجزت عمل، لكن جانا نفس الزول القاتل المجرم ودارين نمشيها في الشعب السوداني. البلد بلد ما بتمشي ولا حتتقدم ولا خطوة، واليوم القيامة ما حنكون شعب سوداني حر ولا شريف ولا عندنا أخلاق، لأننا نحن قدامنا كانت ممكن نجيب وطن نزيه نعيش ونحكم نفسنا بنفسنا، سلمنا وطننا وقعدنا نتفرج، نتفرج في ناس عملة، في ناس باعت، في ناس ما عندها أخلاق، في ناس هدفها سلطة، وقاعدين نتفرج ونجي نقول لك
لجنه ازاله التمكين خط احمر. خط احمر لمنه؟ خط احمر يا تافه يا قذر، لما السودان ده يكون حق ابوك تعال قول خط احمر، لما السودان ده يكون جايبه ابوك يا قحاطي يا تافه تعال قول، لكن السودان ده حقنا كلنا. الاصبع ده جوه العين، ونطلع عينك معاه ونشيل حقنا بالرجاله بالسلاح بالقوه، ما بسلميه بكل حاجه، ده وطننا. يا نتحكم صح يا بلاش منها، خليها تقوم حرب في النهايه بتتصلح. اساسا بتقوم بتقوم، اساسا حتقوم حتقوم، لكن انتم ما متاكدين انه الكلام ده بتاع الشعب السوداني؟ افتحوا صندوق انتخابات، افتحوا بكره الانتخابات الشعب السوداني خلوه اختار اللي بيحكم. لو الشعب يختار فيكم زول ابيدونا كلنا، ما بيختار، لانه الشعب السوداني بيكرهكم نهايه، ما شايف فيكم زول ذات. عشان كده الناس توعى لوطننا قبل فوات الاول، قبل ما نبقى في ماضي وقبل ما ما بينفعنا. انا ما قلت لك يعني انا لو السودان ضاع بستفيد شنو بعدين؟ حاجه اقول لك انا ما قلت لك؟ ما حستفيد حاجه، بس الوطن بيكون ضاع وانت الحياه بتكون، بيكون العايش ما في حاجه، بيكون الجنجويد قاعدين يحكموا فيك والله العظيم دوله الجنجويد تقوم. شفت دوله الجنجويد والله تقوم، لانه الناس القاعده دي كلها ما فيهم راجل بيقول لي حميتي ثلث الثلاثه كم، ما فيهم راجل بيقول لي حميتي ثلث الثلاثه كم، الناس القاعده دي كلهم من برهان لحمدكم ما فيهم زول بيقول لي حميتي ثلث الثلاثه كم. دار تجيب بلدك اطلع جيب بلدك، دار تقعد تتفرج يتفرج، لكن ما تجي تفرض علينا حاجه تقول لي وطن وما وطن، ما في وطن، وطن ضاع وطن انتهى وضيعنا نحن بايادين، ما ضيعوا ضيعنا نحن الشعب السوداني، ضيعنا بالجهل، ضيعنا بالعدم الوعي، ساقونا زينا وزي اي قطيع بتاع خرفان، ساقونا وما واعيين ولا فاهمين ولا عندنا اخلاق ولا عندنا شرف. ثلاثة شهور بيختصبوا رجالنا السودانيين، سوداني وتسمعها بقت عندك عادي، يقول لك اختصبوا اخوك بقت تسمعها عادي. ليه؟ لانك ما عندك حاجه، لانك فاضي جوا بقيت هوا، ما عندك حاجه، كذاب ساي صفقه وتطلع وترقص، وحقه وحق اخواننا وحق الشهيد، ما في شهيد بتجيب له حقه ولا في زول بتجيب له حقه، والحارس تجيب له حقه، انت واطاط اصبح كده جيب حقك انت، خلي حقهم جيب حقك انت، بعد ما تجيب حقك انت جيب حقهم. اي ما في حاجه، عشان كده البلد ضاعت، البلد انتهت، البلد اتدمرت. الناس تبقى واضحه وتبقى صريحه، تسمي الامور باسم مسميات. انت داير تخاف ما بيجي وطن، داير تقعد تدسى ما بيجي وطن، داير ما بيجي وطن، ما في حاجه تغيرت. مشهد السياسي السوداني، جيب اي زول من الشعب السوداني بيقول لك الكلام حقي ده انا ما حافظه انا، لا الشعب السوداني كله عارف. عارف انه الحركات المسلحه دي لا عندها نضال، لا بتعرف نضال. عارف انه الحركات المسلحه دي لا كانت جزء من الثوره ولا جابت معنا ثوره. عارف انه الثوره دي جاب الشعب السوداني، انه الشعب السوداني وقف بصدور عاريه، انه الحركات المسلحه دي اربع شهور بنتدقى في الشوارع ما فيهم راجل جه وقف معنا في الخرطوم. ما فيهم راجل جه وقف معنا في الخرطوم اربع شهور. كيزان ديل بيدقوا من شهر 9 لشهر 6 4، ما في حركه مسلحه اعلنت انها متحركه الى الخرطوم. ما جو الا بعد ما خلاص ضمنوا الكيكه. جو لشنو؟ جو ناس سلطه ساي. بعد ما خلاص الشعب السوداني مات والناس جدعون في النيل والحراير اختصبوهن، خلاص بعد كده جو اي واحد دور تاتشره الخرطوم جوا. خرطوم جوا، وجوا لشنو عندك فاشنو الخرطوم؟ انت من الرجال جابوه؟ انتوا من الرجال جابوه؟ ما من الرجال جابوه. ما من الرجال، جيتوا لقيتوها بارده. لو جيتوها زمن الكيزان نقول لكم يسود 100 100. لو جيتوها لما الكيزان قاعدين وجيتوا شلتوا الكيزان نقول عليكم فعلا حركات مسلحة 100 100. لكن جيتوا لقيتوها جاهزة ما في أي حاجة. اتفقتوا مع الزول اللي كان بيدقكم، الزول طلعكم من البلد دي ودقاكم لما عينكم بكت قاعد يحكم فيكم، وهو قال لكم عفى الله عما سلف وننسى جرائمنا ديك، واخدتاكم بباب العنصرية بالعنصرية، نحن ليه الحرب هناك وغشاكم لعبيكم لعبيكم، وفعلا استسلمتوا ولا كأنه حصل حاجة ولا كأنه حميتي يا هود جنجويدي اللي كان بيقتل فيكم في دارفور ولا كان بينبس فيكم يا سكارة، هل كان بينبس فيكم يا سكارة؟ الكلام ده حقيقة مالكم؟ جاي ناس تعملوا تحالف مع حميتي وحميتي يمثلنا وحميتي ما بيسرح وحميتي والله يسرح والله الجنجويد يسرح غصبا عن برهان
والعين برهان السرح، وقصبا عن أي زول السرح، يوم من الأيام السرح. إحنا بنقول لأننا نحن شعب السوداني، والله لو الحرب قامت ما بنرضى حميتي خد جيشه داخل القوات المسلحة، ولا بنرضى يكون جيش غايم بذاته ولا دارين، لأننا نحن ما جبنا ولا عينا، جابوه كيزان مكنوه كيزان، والآن يجب إزالته زي وزي أي فاسد، يجب إزالة حميتي. ده أول مهام للجنة إزالة التمكين لو كانوا فيها رجال. عشان كده نحن ما عاد نتنازل، حميتي ده لازم تسريح. الميليشيات الجنجوية دارين جيش واحد، جيش واحد، شعب واحد، لا دارين لنا 100 جيش لا 100 شعب، ولا بنتحكم كده. لو إحنا فعلا دارين وطن، دارين نلعب ونقعد نكذب، ما عندنا وطن ولا عندنا حاجة. في النهاية حرب أهلية بتاكل الأخضر واليابس، والناس دي قاعدين لك هنا بيزيدوا في جيوشه. الآن الليلة ما في سلام سمح، الآن بيدربوا في ناس ليشنو؟ عشان يمكنوا نفسهم زيادة. كل جيش بيدرب في نفسه بيفهم. الليلة مناوي مخرج لستة آلاف ولا سبعة آلاف، الليلة مناوي مخرج وانت حارس وطن. آي وطن بيجي، آي وطن بيجي وين؟ والله جايك موت، والله العظيم جايك موت، والله جايك اضطهاد، لأنه الناس دين عندهم عنصرية جواهم. كلام ده ظهر في كلام جادين، جيب كلام جادين أمس لما قال لك الكهرباء اللي عندك في الخرطوم 60% برا. الكلام ده كلام بتاع زول حاغد، ما بتاع زول مزول. كلام ده بتاع زول نيتين قذر، ما بتاع زول مزول. كلام ده بتاع زول حاغد، كلام اللي قالوا لك جادين ده بتاع إنسان حاغد، ده بتاع إنسان جاي يتفشى فيك، ده بتاع إنسان جاي يسد فيك، ده بتاع إنسان جاي يوريك الاضطهاد والذل، والله العظيم وإنت قاعد تصفق ولا فاهم الميت منه، ولا عارف حاجة، ولا فاهم حاجة، قاعد بس تصفق في شنو؟ ما في حاجة. الناس دي الخطاب واضح، خطاب لو إنت بتفهم واضح، ولا ده الخطاب واضح من أول يوم ولليلة الخطاب ما تغير. مما خطاب مروي حقت أبو أهل منه والخرطوم حقت أبو أهل منه، ونقعد في مروي ونقعد وين؟ الخطاب واضح، الخطاب واضح، ماذا اللي شرح؟ ماذا اللي احتزر وما احتزر؟ ده خطاب واضح، انت مفروض تفهم الرسالة، مفروض تجهز تشتغل على الرسالة جاتك دي، عشان ما في يوم من الأيام تندم تقول يا ريتني لو كنت، يا ريتني لو كنت. الناس دي بتخاطبك، مش بتخاطبك بعنصرية، ما في حاجة. الخطاب بتاع حميتي عنصرية، حميتي حتى آخر خطاب في الخيمة قال لك شنو؟ قال لك اشمعنا، اشمعنا الرجل الثاني محرم علينا؟ ده ما خطاب بتاع عنصرية، خطاب عنصرية وانت قاعد حارس، حارس شنو؟ بيجي يوم بتندم تقول يا ريتني لو، يا ريتني لو، يا ريتني، والوقت داك يا ريت دي ما بتنفع، يا ريت ما بتنفع، ما بتنفعك. الآن الجيوش بيدربوا فيها، الآن بيجندوا، الآن بيستخطبوا، الآن معسكرات، وانت قاعد مستني يومك. شفت الخرفان بيربوها كم؟ 6 شهور للضحية، بس انت زي الخرفان. شفت الخرفان اللي بيربوا فيها دي؟ لانك قاعد والخروف يضحوا يضحوا، ونحن عاملين نفسنا انه احنا خلقنا دولة. احنا ما خلقنا دولة لسه، ولا اسسنا دولة، ولا عملنا لنا حاجة في تأسيس لدولة، لانه البلد ما فيها دولة، لا فيها قانون، لا معروف البحكم، لا معروف الرئيس، لا معروف الغايد، لا معروف، لا معروف، لا معروف. 5 جيوش، 5 جيوش واثنين 7، يعني ده 7 جيوش، ما في زول راضي ادمي، ولا في زول راضي يخد، ولا في اي محل بتلقى فيها كاكي وبتلقى فيها سيارات وبتلقى فيها. عشان كده اوعى يا شعب يا سودان، لما الناس بتطلع وتخسر نفسها وتيجي تقعد عشان تقول لك اوعى، ما بنقول لك اوعى دي عشان نهزر، بنقول لك اوعى دي في حاجات ما بتتقال، ما اي حاجه بتتقال، في حاجات الناس بتحتفظ بها، لكن بتوصل لك رساله انت افهمها بالطريقه الدار تفهمها. اوعى لوطن الناس ديل، اوعى لوطنك. شوف الخطاب الدائر في الميديا، شوف الحاصل، بتفهم الحاصل. الشغله ما دايره لها زكاوه، ولا انت ما طلعت شارع ضد منه، طلعت ضد منه عشان شنو؟ دمرت بلدك وقعدت تتفرج، بلد تاني ما بيجي. يا اما احنا نبقى رجال، يا نقعد نتفرج زي اخواننا اللي بيختصبوا فيهم ديل. السودان الان بقى يتزلى ويتهان في بلده، ويختصبوه تشاديين، يختصبوه تشاديين، وانت قاعد تتفرج. الكلام ده ما في غرى في الحدود، الكلام ده جوا خرطومك وانت قاعد تعاين تتفرج. آي البلد، بلد ما في، بلد لو ما في رجال ما في بلد، بلد لو ما في رجال ما في بلد، فيها ضحك وونس وغنى ما بتجيب لك بلد.
غنى ورقيص ما بجيب لك كده أرجل بعدين جيب وطن، ما في صورة فيها كلها غنى ورقيص وكلام فارغ، ما تجي تغنعني بغناك ورقيصك وصبقتك وكلام، ما في، دي ما صورة، دي ما صورة، ده كلام فارغ. الرجال رجال، دار تجيب وطنك بتجيبه بالطريقة الصح، لكن دار تغني لي وتصفق لي وتقعد تطلع ميتين أبو أهلي، ما بقول لك حاجة، ما عندك حاجة، ما عندك وطن ولا تقعد تقضي تصفق جعر، لكن ما محسوب، ما محسوب ولا عندك حاجة قدمتها لوطن، وطنك ضاع وانتهى. الله يدي العافية ويدي الوطن العافية.